يا ترى انبسطت من اللي شفته؟ عارفة يا نسا ميسا، انا اكتشفت ان في امور كتيرة غايبة عني. يعني انا مثلا بالنسبة لي الست مثلا عبارة عن وش فوقي شعر ولابسة هدوم، لكن ما كانش عندي اي فكرة عن ايه اللي تحت الهدوم. وزي ما قال الاستاذ صلاح، الانسان المتحضر لا تكتمل ثقافته الا ما يعرف كل حاجة عن الجنس الاخر. يا ترى عندك مانع لو نغير الموضوع؟ لا ابدا، تحب نتكلم فيه؟ نتكلم في اي حاجة تعجبك الا صلاح فؤاد. البدلة فيها حاجة؟ لا لا ابدا. اصلا انا شايفك طول الليل بتبص للبدلة بصات كده، عجباك يا؟ كويسة هي، بس موديلها قديم شوية. لا ابدا، دي اجدد بدلة عندي، دي بقالها حوالي 10 سنين بس. 10 سنين؟ ايوه. احنا بكرة ننزل نشتري لك بدل جديدة. لا مش معقول كده يا نسا ميسا، الحقيقة ده كتير قوي. يعني يا دكتور ايوب، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الوكالة هي اللي متكفلة بكل حاجة، وانا تحت امرك وامر الوكالة. متشكرة قوي يا دكتور. على فكرة انا اصحابي بيقولوا لي يا عبدو. خلاص يا دكتور. خلاص يا عبدو. ايوه. دقنك بقالك كتير مربيها؟ مش عاجباك؟ لا ابدا، دي حتى مديلك هيبة ووقار و... وتفضلي ان اتخلص منها؟ يا ريت يا دكتور. احنا قلنا ايه؟ يا ريت يا عبد. يا بختك يا ندان، جوزك لذيذ قوي من غير شنب ودقن. لا قصدي مش جوزي،